السلام عليكم. هل صدق ان فيلم سوبرمان بالكامل مخزن على قطعة الزجاج هذه؟ هذا الانجاز يأتي من شركة مايكروسوفت من خلال مشروعها سيليكا في كامبريدج ببريطانيا، واللي يسعى لإثبات ان الزجاج هو مستقبل تخزين البيانات طويل الأمد. ميزة هذه الوسيلة ان الزجاج ما يتأكلش، هذا يعني ان بعد ما يتم كتابة البيانات عليه هي تقعد لمدة طويلة قابلة للقراءة. الباحثون بمشروع سيليكا يقولوا ان البيانات ممكن تستمر حتى لحوالي 10,000 سنة. تعتمد فكرة الانجاز هذا على تركيز نبضات ليزر بطول موجي بمقدار فيمتو ثانية. في مكان انصدام الليزر بالزجاج يتغير شكل الزجاج لشكل ما يسميه الفريق بفوكسل بسمك اقل من 1 مايكرومتر. الفريق يتحكم في عمق وزاوية دوران هذا الشكل مما يزيد الساعة التخزينية. حتى تثبت مايكروسوفت جدوى الفكرة، هي قامت بالبحث على شريك عندها بيانات كبيرة ومهمة ومحتاج يخزنها ويحماها لمدة طويلة. وورنر برادرز تملك أكبر مكتبة لبرامج التلفزيون والأفلام في العالم. مهمة تخزين مقاطع الفيديو لمختلف أفلامها هي مهمة صعبة تأخذها الشركة على محمل الجد. في أحد استوديوهات وورنر برادرز في كاليفورنيا تقوم الشركة بتخزين الأفلام على شرائط تقليدية في مخزن مجهز بمعدات تحكم في درجة الحرارة. المخزن يحوي على ما يقارب 750,000 مقطع فيلم. الغريب في طريقة التخزين البدائية أن الأفلام في الوقت الحالي يتم تصويرها رقميا ومش على الشرائط التقليدية هذه. لذلك شركة وورنر برودرز تبحث عن بديل لهذه الشرائط، بديل ذو ساعة تخزينية عالية وتكاليف شراء وتخزين منخفضة. الأقراص الصلبة طبعا مش خيار مناسب للسببين هادو. وورنر برودرز تبحث عن بديل ما يحتاجش للتخزين في مخازن مجهزة بمعدات تبريد. هي تبحث عن بديل مقاوم للحرارة، بديل يمكنه مقاومة البلل في حالة فيضانات، وبديل مقاوم للمجال المغناطيسي زي اللي ممكن يصير من الانفجارات الشمسية. شريحة الزجاج من مايكروسوفت فيها كل هذه المواصفات، حتى إنها مقاومة للخدش على عكس قرص السي دي أو الدي في دي، لأن البيانات مخزنة بداخل قطعة الزجاج ومش قريبة من السطح. بل والأكثر من ذلك، إن جزء كبير من البيانات يبقى قابل للاسترجاع حتى لو تم كسر الشريحة. الطريقة الوحيدة للتخلص من البيانات على الشريحة هذه هي بأدبتها أو طحنها. أول فيلم يتم تجربة التقنية الجديدة عليه من أفلام وورنر برودرز هو فيلم سوبرمان من عام 1998، يتم تخزينه على قطعة الزجاج الصغيرة هذه. الفيلم تم تسجيله بحجم كلي يصل إلى 75.6 جيجا بايت، بالإضافة إلى 30 جيجا بايت بيانات تصحيح الخطأ، ومهمتها تصحيح البيانات في حالة استحالة القراءة من البيانات الرئيسية لسبب ما. مايكروسوفت طورت فكرتها هذه في الأصل في بحث عن حل للتخزين السحابي وجعله أرخص وأسرع وأفضل، وشركتها مع وورنر برودرز ساعدتها في اختبارها ووضعها موضع التنفيذ، الأمر اللي حيساعدها في فهمها لكيف يمكنها مساعدة الراغبين في الحصول على خدمة مماثلة لحل مشاكل متعلقة بتخزين البيانات طويل الأمد. مايكروسوفت لازالت تعمل على تسريع عملية القراءة والكتابة على شريحة الزجاج بمشروعها سيليكا، لذلك من المرجح أن المشروع يأخذ وقت حتى ينتشر على مقياس أكبر. نتمنى يكون الموضوع عجبكم ونتلاقوا في فيديو جديد.